انا باعتقادي يعني خلال المحاضرتين السابقتين، الاسبوع الاول والاسبوع الثاني اللي قدمنا فيه فكره اساسيه عن الاعلام الاجتماعي، وقدمنا فيها في الاسبوع الماضي وصلنا لمرحله ان احنا نفهم مواقع التواصل الاجتماعي ونفهم ادواته، وهذا الاسبوع يمكن يعني تعبنا شوي حتى احنا نوصل الى ان احنا نشرح فكره كل موقع ونحاول نعطي نموذج معين ونستقل الفيديوهات اللي تحدثت عن دراسة الحالة لكل موقع اجتماعي. رسالتي لكم ان انتم تستغلون الكم الهائل من هذه المواقع في تسويق ذاتكم ونشر افكاركم، واذا كنتم من اصحاب المشاريع الريادية او رجال الاعمال او الاشخاص اللي قاعد يشتغلون في الاعمال التجارية، حاولوا ان توجهون رسالة لجمهوركم وتتواجدون هناك، واذا كان انتشاركم جدا ضعيف حاولوا ان تتأثرون على ثلاث امور راح تعزز من انتشاركم وتواجدكم، الا وهي الادوات، حاولوا تستغلون الادوات بشكل صحيح، حاولوا تشاركون الاشخاص باهتمامات معينه من خلال اهتمامكم بنوعيه المحتوى والمشاركه، والامر الاخير حاولوا ان تستغلون التقنيه بشكل امثل. مواقع التواصل الاجتماعي احنا نتكلم فيها عن 1600 موقع لربما يزيدون خلال الفتره القادمه او اثناء تسجيلنا لهذه المحاضرات وتقديمها لكم، لربما المواقع قاعدة تزايد، لربما المعلومات قاعدة تنتشر بشكل كبير. سؤالي أنت إيش راح تسوي خلال الفترة القادمة؟ أبغي منك واجب عملي أن تقدم خطة، ماذا ستعمل خلال الأسابيع القادمة حتى تستغل كل هذه المواقع أو المواقع المناسبة لك كشخص وتقدمها لي بشكل شخصي، او تحاول ان شاء الله من خلال النقاشات ان احنا نتبادل مجموعه من الافكار اللي انت تقدمها. انا سعيد بوجودي معكم وقطع الشوط هذا الكبير اللي وصلنا له من مقرر الاعلام الاجتماعي، والتفاعل بصراحه جدا كبير وقاعد يدفعني ان احنا نقدم شيء مميز ان شاء الله لكم. نتلاقى معكم ان شاء الله في الاسابيع القادمه ومع محتوى جديد راح نستغل فيه مواقع التواصل الاجتماعي ونوظف فيها من نجاح الى نجاح اكبر. لا تنسوا ان تتواصلون معي وتقدموا لي اقتراحاتكم وافكاركم ان شاء الله حتى نوصل لنوع من الرقي في استخدام الاعلام الاجتماعي، وهي الرساله اللي تدفعني الى ان انا اتواجد في مواقع التواصل الاجتماعي. نشوفكم على خير.